ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها حينها والردى، فإما حياة تسر السبيل وإما ممات يغيظ الردى. فالأسى يحيي كرام الأنفس، فالشعوب الحرة تاريخها حققت نصرا على جلادها، والشعوب الحرة في تاريخها حققت نصرا على جلادها، والشعوب الحرة في تاريخها حققت نصرا على أوغادها، والشعوب الحرة في تاريخها حققت نصرا على أوغادها. أنا أفديكم بأمي وأبي، أنا أفديكم بابني وأخي، أنا أفديكم بأمي وأبي، أنا أفديكم بابني وأخي. يا أخي المظلوم اصحى لا تستريح، دم قومي في رمى الله استبيح. يا أخي المظلوم اصحى لا تستريح، دم قومي في المنارة استبيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي زر يلي الأحرار، يلي زر يلي الأحرار، ما يهمك قول الفجار، ما يهمك قول الفجار، يلي زر يلي الأحرار، يلي زر يلي الأحرار، ما يهمك قول الفجار، ما يهمك قول الفجار، يلي زر يلي الأبطال، يلي زر يلي الأبطال، مهما يهمك مهما جوع الدار، مهما يهمك I
والسلطة قتلتني زار.
خلي صوتك. حراس المستوطنة، حراس المستوطنة، اغتالوني سربانات، اغتالوني سربانات، اكلاب المستوطنة، اكلاب المستوطنة، اغتالوني سربانات، اغتالوني سربانات. اخوتي أرجو أن تسمعوني لكي أعطيهم عبرة لعلهم يعتبروا، واعتبروا يا أولي الألباب. إلى المقاطعة في رام الله، إن هواء رام الله كان كل إنسان يحب أن يستنشقه، لكن الآن هواء رام الله ملوث بمزبلتكم أيها الأوغاد، أيها الأشرار، أيها المارقين، أيها السارقين، أيها اللصوص، أيها العلوج. غادروا غادروا وغادروا لكي لا تنسحلوا كما سحل من الذين قبلكم. ارحل ارحل يا عباس، ارحل ارحل يا عباس، ارحل ارحل يا عباس، ارحل ارحل يا عباس، ارحل ارحل يا جبرين، ارحل ارحل يا جبرين، ارحل ارحل يا جبرين، ارحل ارحل يا جبرين. اخوتي اعتبروا، ارحل ارحل يا جبرين. اخوتي ارجوكم في رام الله ان تعتبروا، ولكن لا تمثلوا انني اختكم او انتم اخوتي، فاخوتي اشرف منكم لانكم مقرفين. يا 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 مرتزقة المقاطعة، اقول لكم اعتبروا من ثورة مشوارا الرومانية. هل تذكرون، هل تذكرون كيف قتل نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته لانا؟ اين قتلوا؟ على مزبله، لانهم سحقوا شعبهم وجوعوا شعبهم وضربوا شعبهم بالاكعاب، لكن شعبهم قام لهم كالزنبرك كالبركان الهادر وصفاهم، وهم يحاولوا ان يتسللوا كالجرذان عبر سراديب القنصليات، لكن الأحرار كانت لهم بالمرصاد، وستكون الأحرار في فلسطين لكم بالمرصاد، وستسحلوا وترتموا على مزابل التاريخ يا زبالة فلسطين. هل تذكرون ما حدث لنيكولاي تشاوشيسكو؟ هل تعترفون بأن واحد منكم دفع ثمن غرام ذهب في القلائل التي تلبسه نسائكم، نساؤكم؟ لا والله. هل تعترفون بأنكم دفعتم قرشا واحدا في تكلفة القصور الكاملة التي تسكنونها؟ أن تدفعون قرشا واحدا في السيارات الفاخرة والخدم والحشم، والشعب يئن والساعة ترن، وأنا أجن لوضع شعبي، وضع شعب المقاومة لا شعب المساومة. يا أصحاب المساومة، هيهات 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 من الذلة، للخليل الأبيات، للرماوي تحية، للرماوي تحية.
التحكيم، رفض أن يذل، رفض أن يخضع. على الرماوي هذه رسالة إليك من قلب الخليل باسم كل أهل الخليل مرة أخرى، ألف تحية على الرماوي. الله أكبر. الشعار الأساسي والهتاف الأساسي بده يكون ارحل ارحل يا جبرين، ارحل ارحل يا جبرين، ارحل ارحل يا جبرين، ارحل ارحل يا جبرين. عارفين ليش يا إخوان؟ لأنه خايفين بعد اغتيال نزار بنات يكون في ترقيات للمسؤولين. ارحل ارحل يا جبرين، ارحل ارحل يا جبرين. طبعا جبرين البكري محافظ الخليل يا إخوان باعتباره قاتل 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 جبرين البكري محافظ الخليل اعلى مرجعيه، اعلى مرجعيه، وهو مرجعيه الامن يا اخوان. هو بيتحمل مسؤوليه اساسيه في مقتل نزار. وبدي اذكركم كمان انه البيان اللي خرج من المحافظه، يعني الاجهزه الامنيه لم تتجرأ. يم الشاهد نيالك، يم الشاهد نيالك، يم الشاهد نيالك، يم الشاهد نيالك. وريت امي بدلك، وريت امي بدلك، وريت امي بدلك، وريت امي بدلك. يا اخوان اخوان بس اكمل هالكلمه. الامنيه لم تتجرأ باصدار بيانات، المحافظه تجرأت للاسف وبشرتنا بالخبر المفجع في غياب نزار. الآن أنا بدي أذكركم في شغلة، العالمية الأجهزة الأمنية ومرجعيتها اعتبرت أنه نزار يتيم، نزار خليعة لاجئ في البلد، نزار حلقة ضعيفة، بنقتله وبمر قتله مرور الكرام. ما تفشر عينهم، ما بيعرفوا، ما بيعرفوا. نفديك يا نزار بالروح بالدم، نفديك يا نزار بالروح بالدم، نفديك يا نزار بالروح بالدم، نفديك.
تجرؤوا تجرؤوا على نزار. وكلنا بنعرف قبل اشهر جبن وكان في جبن من الاجهزه الامنيه عندما تم الاصطدام مع ابو خضر الجعبري، لانه ابو خضر الجعبري عنده مسلحين وبيعتبروه معادله في البلد، لكن نزار بنات معادله في الوطن، معادله في الوطن مش في البلد. نزار بنات حي الممات، نزار بنات حي الممات، نزار بنات حي الممات، نزار بنات حي الممات. انا بدي اذكركم ارحل ارحل يا بكري، ارحل ارحل يا بكري. نزار بنات يا اخوان، لكل اللي بيتاجروا بحق العوده، حق العوده للاجئين. نزار بنات كان بيعرف نفسه على صفحته انه رئيس بلديه عاشور مستقبلا بعد التحرير، رئيس بلديه عاشور مستقبلا. تخيل قديش حلمه كان، تخيل قديش نزار كان بيؤمن بحق العوده. نزار ما دام كانت اصواتكم واستمرت اصواتكم بتهتف، انا على يقين نزار لم يموت، نزار لم يغيب، حنجرة نزار تتجلى في حناجركم. نزار بنات حي الممات، نزار بنات حي الممات، نزار بنات حي الممات، نزار بنات حي الممات. بوجه الريح نزرع ثورة بوجه الريح، واخطف منها حرية، واخطف منها حرية، باسم الصف الثوري نصيح، باسم الصف الثوري نصيح. مطالبنا شرعية، أولها بيرحل عباس، أولها بيرحل عباس، عن السلطة الوطنية، عن السلطة الوطنية، ثانيها نزار بنات، ثانيها نزار بنات. ليش استشهد يا خيي، ليش استشهد يا خيي، وتاليها كلاب الشباك، تاليها كلاب الشباك، والشبيحة الهمجية، والشبيحة الهمجية، تتعلق بالميادين، تتعلق بالميادين، باسم الثورة الشعبية، باسم الثورة الشعبية، علي جاره برام الله، علي جاره برام الله، بدنا ثورة شعبية، بدنا ثورة شعبية، عالسلطة الوطنية، عالسلطة الوطنية، وعلي جاره يوم الحد، علي جاره يوم الحد، لما هدفنا حرية، لما هدفنا حرية، قابلونا بالعتلات، قابلونا بالعتلات، والتحرش بالبنات، والتحرش بالبنات، سرقوا منا الجوالات، سرقوا منا الجوالات، باسم السلطة الوطنية، باسم السلطة الوطنية، مش وطنية مش وطنية، مش وطنية مش وطنية، سلطتنا مش وطنية، سلطتنا مش وطنية، وعلي جاره وعلي صار، وعلي جاره وعلي صار، سلطتنا اختالت نزار، سلطتنا اختالت نزار، مش مندسين ولا اجندات، مش مندسين ولا اجندات، احنا خناجر، احنا خناجر نزار بنات، احنا خناجر نزار بنات. ويا جبريل جنوب القارون، جبريل جنوب صدر القارون، من بلد صدر القارون، من بلد صدر القارون، ويدي بتسمع حرية، ويدي بتسمع حرية، ويدي بتسمع حرية، ويلي بتكتب بالتقرير، يلي بتكتب بالتقرير، ويلي بتكتب بالتقرير، يلي بتكتب بالتقرير، وطب طب طب بيذن الضمير، شعبي بده حرية، شعبي بده حرية، شعبي بده حرية، شعبي بده حرية، ما بدنا نشوف، والسلطة ما بدنا نشوف، والسلطة ما بدنا نشوف، وعباس ما بدنا نشوف، وعباس ما بدنا نشوف، والبكري ما بدنا نشوف، والبكري ما بدنا نشوف، والوقاية ما بدنا نشوف، والوقاية ما بدنا نشوف، رب الرحمة بدنا نشوف، رب الرحمة بدنا نشوف، والخالق صدر القرار، والخالق صدر القرار، والخالق صدر تصريح، لأصدقاء نزار بنات، أحد أصدقاء نزار بنات محمد بريجية من منطقة بيت لحم، من الناس الأوفياء جدا للشهيد نزار. محمد بريجية، الله أكبر. لا تطلبي حرية أيتها الرعية، لا تطلبي حرية، بل مارس الحرية، إن رضيت السلطة عنكم فألف مرحبا، وإن أبت فحاولوا إقناعها باللطف والروية. قولوا لهم، قولوا لهم إن الحرية ليست اختيارا.
سلاح. سلاحنا في الاعتصامات، سلاحنا في الوقفات، سلاحنا أن نظل متواجدين في الشارع، سلاحنا أن نظل نعلي صوتنا عاليا. يراهنون على أنكم سوف تنطفئوا، يراهنون على أن الشارع سوف يخمد، يراهنون على أن هناك قضايا من هنا وهناك سوف يرفقونها للشارع بالاعتقالات. يعتقدون بأننا سوف نخمد وسوف نستسلم، ولكننا نقول لهم هنا باقون في كل الشوارع والميادين، هنا مع نزار، مع حنجرة نزار، حتى نأخذ بثار نزار بأتم محاكمة هؤلاء القتلة الذين قتلوا نزار غيرة. بالروح بالدم نفيك يا نزار، 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 بالروح بالدم نفيك يا نزار. أنتم يا للعار ويا للعار، والسلطة قتلت نزار، والشعب أصدر قرار، التنسيق الأمني عار، التنسيق الأمني عار، الرئيس محمود عباس، وليقرأ التاريخ جيدا بأن كل حاكم مستبد ماذا كان مصيره؟ ماذا كان مصيره مع شعبه؟ من نكل بشعبه وقتل خيرة أبناء شعبه ومن سجن أبناء شعبه مصيره الزوال. وهنا نقولها لكم أيتها ما تدعى بالقادة السياسية بأن تقرأوا التاريخ جيدا بأن هذا الشعب هو الطوفان، بأن الشعب هو الذي سيقول كلمته، هو الذي سيقولها لكم. لن نكل ولن نمل ولن نستكين ولن نخنع ولن نركع، وسوف نرفع سقفنا عاليا بأننا نريد أن نأخذ من دم نزار، من قتلة نزار، بأن يكون القصاص ممن قتلوا نزار بنات، ممن تلطخت أيديهم بشرفاء شعبنا برحيل هذه المنظومة السياسية التي جعلت عملاء البلاد وبياعين الأراضي ومروجين المخدرات هم القادة وهم السادة، وأنتم الشرفاء الذين دفعتم سنية عمركم في السجون، ومن تتحملون القهر؟ نحن من ندفع هذا الثمن، لا والف لا. والذي رفع السماء بلا عمد سوف نعلي صوتنا عاليا ونكسر حاجز الخوف ونقولها، لا نموت إلا كميتة أبا كفاح في سبيل الأرض والوطن، وأن نقول كلمة الحق في وجه سلطان. بالروح بالدم نفيك يا نزار، بالروح بالدم نفيك يا نزار.
العسكر يسقط يسقط حكم العسكر لابس بدلة وبيت مخطر لابس بدلة وبيت مخطر يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاما إلى روحك الطاهرة في عليين أيها القائد العملاق نزار والخزي والعار للمتآمرين والمتخاذلين على قتلك بالأيام الأخيرة سمعنا كلاما يشرف من عائلة الشهيد نزار بنات عندما قالوا إن نزار بنات لم يعد ابنا لهذه العائلة بل أصبح ابنا لكل الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أيضا وفي هذا المقام ونحن نعتز بصداقتنا مع نزار حيا وسنبقى على بريقه شهيدا ونحافظ على رسالته نقول بعد أن تدافع الكثير من الفلسطينيين على تسمية أبنائهم باسم نزار وأحيانا نزار بنات وبعد أن تم تغيير بعض أسماء بعض الميادين والشوارع باسم نزار بنات كما حصل في غزة فإننا أيضا في الضفة الغربية نطالب كأصدقاء نزار وكأحرار نسير على طريقه بتسمية ميدان المنارة في رام الله باسم الشهيد نزار بنات أيضا نود أن نضع تمثالا له في نفس الدوار وأيضا في الخليل نطالب رئيس بلدية الخليل المناضل المعروف صاحب المواقف الرجولية والبطولية قبل استشهاد نزار وبعده نطالبه بأن يساعدنا على أيضا أن نطلق اسم نزار بنات على إحدى الدواوير أو الميادين في الخليل ونفضل أن يكون دوار المنارة أيضا لأن دوار ابن رشد له رمزية تاريخية لا تقل عن رمزية نزار أيضا سنخلد هؤلاء العمالقة على كل حر شريف مؤيد صديق لنزار أن يساهم في تنفيذ هذه المقترحات بتسمية دوائر باسمه ووضع تماثيل باسمه وعلى عهدك سنسير يا نزار يا شهيد الكلمة والحرية والسلام عليكم مطالبنا شرعية مطالبنا شرعية مطالبنا شرعية بدنا عدالة ثورية بدنا عدالة ثورية وبدنا عدالة ثورية بدنا عدالة ثورية خلي الأرض تولع نار خلي الأرض تولع نار خلي الأرض تولع نار خلي الأرض تولع نار انت اللي تحديت الموت يا نزار 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 انت الطلقة واحنا الصوت 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 يا نزار انت اللي عليت الصوت يا نزار انت اللي عليت الصوت Yeah.
للظالم نهتف ونقول للظالم نهتف ونقول يا الله ويا جبار يا الله ويا جبار والقاتل يولع نار والقاتل يولع نار يا نزار انت اللي تحديت الموت يا نزار انت اللي تحديت الموت يا نزار انت الطلقة واحنا الصوت يا نزار انت الطلقة واحنا الصوت يا نزار انت اللي عليت الصوت الشهيد نزار بنات عن مسيرة ستقام يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مباشرة من أمام مسجد الحسين. مرة أخرى يعلن إليكم الشهيد المغدور نزار بنات عن المسيرة التي ستقام يوم الجمعة القادمة من أمام مسجد الحسين في مدينة مين يجاوب على الخاص من وين اشتريتوا الخاص